Hi everyone, I'm Nancy and welcome back to Let's Practice English channel. حلقة جديدة من سلسلة 30 يوم لتتكلم اللغة الإنجليزية بطلاقة. أيضا بهذه الحلقة رح نكون عم نتناول مواضيع متنوعة مثل أنا كيف ممكن عبر عن تخميني لشيء معين أو كيف أنا ممكن أحكي عن قراري، كيف ممكن أنا أتمنى لحدا حظ موفق وغيرهم أيضا من المواضيع. رح نبلش ونتعرف على 10 phrases for estimating and guessing. 10 عبارات نحن ممكن نكون عم نستخدمهم لنكون نحن يمكن ما بنعرف شيء معين ولكن نحن عم نخمن شيء معين او عم نفترض شيء معين. فينا نكون عم نبلش جملتنا ب If I had to take a guess, I'd say. If I had to take a guess, I'd say. من بعد say نحن بنكون عم نحكي عن شو نحن عم نقترح او سوري شو نحن عم نفترض. For example, if I had to take a guess, I'd say she's about 35 years old. بمعنى انا ما بعرف عمرها لهيدي البنت، ولكن اذا انا كان بدي احط لها عمر بقول انه عمرها 35 سنة. العبارة الثانية اللي فينا نكون عم نبلش فيها هي It's difficult to say but I think. من بعد think نحن بنكون عم نحط عن شو عم نحكي. It's difficult to say, but I think. For example, it's difficult to say, but I think our customers are more satisfied. بمعنى من الصعب ان يكون عم اقول لك ولكن بعتقد انه الزبائن يلي قلنا هن مرتاحين اكثر. It's difficult to say, but I think. الجملة الثالثة هي off the top of my head, I'd say. Off the top of my head, I'd say. من بعد say أيضا نحن بنكون عم نحط الشيء اللي عم نحكي عنه. For example, off the top of my head I would say the company has 500 employees. Off the top of my head I would say the company has 500 employees. بمعنى أنا ما كنت عم بعمل إحصاءات، ماني عامل إحصاءات، ولكن من راسي أنا عم خمن شيء معين، من راسي أنا عم حط هيدا الرقم انه بعتقد هيدي الشركة عندها 500 موظف. فينا ايضا نكون عم نقول It's about 500 miles away. It's about منحط من بعد about نحنا شو يلي نحنا عم نفكر فيه. It's about 500 miles away بمعنى هو حوالي 500 miles away. وايضا فينا نكون عم نقول it's around من بعد around كمان منحط نحنا الشيء يلي عم نحكي عنه. For example, it's around 3 hours long بمعنى هو حوالي او اذا بتكون يستغرق 3 ساعات. It's around 3 hours long. اضافة الى ذلك فينا نكون عم نبلش جملتنا ب I wouldn't be surprised if. I wouldn't be surprised if بمعنى ما رح اتفاجأ لو منكمل من بعد نحن عن شو عم نحكي. For example, I wouldn't be surprised if Peter asks Jane to marry him بمعنى ما رح اتفاجأ إذا بيتر طلب جين للزواج. I wouldn't be surprised if. إضافة إلى ذلك فينا نكون عم نبلش جملتنا ب There's a good chance. There is a good chance. For example, there's a good chance it will rain tomorrow. بمعنى في فرصة حلوة انها تكون عم تشتي غدا. There's a good chance. أيضا فينا نكون عم نبلش جملتنا ب I have a feeling or I have a hunch. I have a feeling or I have a hunch. منحط من بعد نحن شو حاسين. For example, I have a feeling the boss won't be happy about this. I have a feeling the boss won't be happy about this. بمعنى أنا عندي شعور إنه المدير ما رح يكون مبسوط تجاه هيدا الشيء. أيضا hunch بمعنى feelings بمعنى شعور أو بمعنى آخر مثل هيك إنه عندي الحس السادسي إنه أنا بتوقع ما رح يكون مبسوط من وراء هيدا الشيء. أيضا فينا نكون عم نبلش جملتنا ب I bet. I bet. I bet. For example, I bet he will be late. أراهن انه رح يتأخر. I bet he will be late. وايضا فينا نكون عم نقول Your guess is as good as mine. Your guess is as good as mine. هيدي العبارة بتعني انه علمي علمك. يعني قد ما انت بتعرف انا بعرف. بمعنى اخر ما بعرف. Your guess is as good as mine.
ننزل هلا لنتعرف على 10 phrases for decisions، 10 عبارات نحن ممكن نكون عم نستخدمهم لنكون نحن عم نحكي عن decision معين، عن قرار معين. فينا نكون عم نبلش جملتنا ب I'm debating بمعنى انا، اذا بدكم بمعنى اخر انه انا عم ناضل او انا عم محتار شو بدي اختار. For example, I'm debating between option A and option B. I'm debating between option A and option B. بمعنى أنا محتار بين الخيار A والخيار B. إضافة إلى ذلك فينا نكون عم نقول I can't make up my mind. I can't make up my mind. I can't make up my mind بمعنى ما عم بقدر أحسم قراري. فينا أيضا نكون عم نقول I'm on the fence. I'm on the fence. I'm on the fence بمعنى أنا على الحياد، لاني مع هيدا ولاني مع هيدا. I'm on the fence. فينا أيضا نكون عم نقول I will take that into consideration. I'll take that into consideration بمعنى رح أخذ هيدا بعين الاعتبار. I'll take that into consideration. وفينا نكون عم نقول on the other hand. On the other hand, on the other hand بمعنى من جهة أخرى أو إذا بتكون من ناحية أخرى. أيضا فينا نكون عم نقول I'm having second thoughts. I'm having second thoughts بمعنى عندي مثل أفكار أخرى. I'm having second thoughts. أيضا فينا نكون عم نقول I changed my mind. I changed my mind. غيرت رأيي. I changed my mind. أو he convinced me to or he persuaded me to. He convinced me to or he persuaded me to بمعنى أنعني لا. من بعد to نحن بنكون عم نحط بشو أنعني. He convinced me to change my outfit for example. He persuaded me to change my outfit بمعنى أنعني أني كون عم غير تيابي. أيضا فينا نكون عم نقول looking back I know it was the right decision. Looking back I know it was the right decision بمعنى إذا بدنا نرجع لورا أنا بعرف إنه هيدا القرار كان القرار الصح. Looking back I know it was the right decision. وفينا نكون عم نقول it's up to you. It's up to you. It's up to you بمعنى الأمر بيرجع لك. رح ننزل هلا لنتعرف على 10 phrases for good luck and bad luck. 10 عبارات نحن ممكن نستخدمه لنحكي عن الحظ الجيد والحظ السيء. إذا بدي أتمنى لحدا أقول له حظ موفق بقول له good luck. Good luck. Good luck. حظ موفق. إذا حدا فشل بشيء معين في يكون عم واسي وقول له better luck next time. Better luck next time. Better luck next time بمعنى بتمنى لك حظ موفق بالمرة القادمة. كثير من الأحيان نحن بنكون بحالة معينة، بنكون نحن خسرنا ولكن نحن بنعرف إنه رح نخسر. يعني نحن بالعربي بنقول ما أنا بعرف حظي، في يكون عم ترجمها باللغة الإنجليزية يقول just my luck يعني هيدا حظي. Just my luck. Just my luck. إذا بدي أقول لحدا إنه أنت محظوظ بقول له lucky you. Lucky you. Lucky you يعني أنت محظوظ. إضافة إلى ذلك فينا نكون عم نقول That was a stroke of luck. That was a stroke of luck. هيدا العبارة نحن بنكون عم نستخدمها بس نشوف شخص أنه عم بتوفق بكل شيء، يعني الحظ عم بحلفه وين ما كان، بنقول له That was a stroke of luck بمعنى عمل كذا شغلة وتوفق فيهم. إضافة إلى ذلك عنا عبارة Some people have all the luck. Some people have all the luck. هيدي العبارة بنستخدمها نحن بس نكون عم نقول انه الاشخاص هيدي اشخاص معينة عندها الحظ كله. بمعنى اخر نحن عم نقول انه نحن عم نفشل وغيرنا عنده الحظ كله اخذ لنا حظنا. Some people have all the luck. اضافة الى ذلك فينا نكون عم نقول as luck would have it. As luck would have it. هيدي العبارة نحن بنكون عم نستخدمها بس نكون شفنا حدا توفق بشيء معين ولكن by chance فرصة كانت له. As luck would have it. فينا أيضا نكون عم نقول he's down on his luck. He's down on his luck. هيدي العبارة نحن بنستخدمها بس نشوف شخص
اذا بتكون دايما عم بيمرق بظروف سيئه يعني الحظ ما عم بيحالفه بنقول he's down on his luck. فينا ايضا نكون عم نقول no such luck. No such luck. هيدي العبارة بنستخدمها بس نحن نكون متوقعين انه كان لازم يصير شيء معين، شيء حلو positive، ولكن ما حالفنا الحظ. بنقول no such luck بمعنى ما في حظ. واخر شيء فينا نكون عم نقول what rotten luck. What rotten luck بمعنى حظ معفن اذا بتكون. What rotten luck. ومنختم هيدي الحلقة مع 10 phrases for worries and relief. 10 عبارات نحن ممكن نستخدمها لنعبر عن قلق لشيء معين أو عن ارتياحنا لشيء معين. فينا نكون عم نبلش جملتنا ب I'm scared that، منحط من بعد that نحن من شو خايفين. I'm scared that بمعنى أنا خايفة إنه. I'm scared that. I can't help thinking that. I can't help thinking that بمعنى ما عم بقدر وقف عن التفكير بي. I can't help thinking that. أو it's been keeping me up at night. It's been keeping me up at night بمعنى هذا الموضوع قد ما عم فكر فيه أنا عم ضلني فايقة كل الليل. It's been keeping me up at night. What if? What if? What if? ماذا لو؟ أيضا فينا نكون عم نقول نحن كثير من الأحيان بس نكون قلقانين تجاه موضوع معين ويجي شخص يريحنا بنقول له اوف يعني ارتحت. فأيضا فينا نكون عم نستخدمها هيدي باللغة الإنجليزية. إذا نحن كنا عم نعبر عن ارتياحنا فينا نكون عم نقول thank goodness. Thank goodness بمعنى الشكر لله أو الحمد لله. Thank goodness. What a relief. What a relief يعني شو هالارتياح هيدا. What a relief. You had me worried for a moment. You had me worried for a moment بمعنى قلقتني للحظة. أيضا فينا نكون عم نقول You have no idea what a relief it is. You have no idea what a relief it is بمعنى ما عندك فكرة كمية الارتياح. You have no idea what a relief it is. وأيضا فينا نكون عم نقول That's a huge load off my mind. That's a huge load off my mind بمعنى بس حدا يخبرني شيء ويريحني بقول له إنه عن جد مثل كأنه حمل ثقيل ونزل عني. That's a huge load off my mind. ومع هول العبارات بنكون وصلنا لختام هيدا الفيديو. إن شاء الله يكون عجبكم وإن شاء الله تكونوا قدرتوا تستفيدوا منه. مثل العادة إذا عجبكم ما تنسوا تعملوا لايك وتتركوا آرائكم بالتعليقات. وإذا بعدكم مش مشتركين بالقناة ما تنسوا تشتركوا وتفعلوا جرس الإشعارات ليضل عم بيصل لكم كل فيديو جديد عم ننزله. Thank you very much for watching وأنا بلاقيكم بالحلقة القادمة. Bye.